طبعا على هامش افتتاح ملتقى الإعلام العربي عقد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز مؤتمر صحفي تناول فيه عدة مواضيع. التفاصيل في هذه المقتطفات السريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دائما أتشرف بزيارة الكويت الحبيبة والذات في هذا الملتقى الإعلامي المفيد جدا، فأهنئ الكويت في هذا الملتقى البناء الإعلامي، لأن الإعلام أصبح الآن السلطة المرتبة الرابعة في بعض الأحيان الثانية والثالثة. والكويت معروفة بحريتها الصحافة وحرية الرأي والفكر، فهي كانت الكويت مقدامة في الموضوع هذا، وجدا فخور بوجودي هنا في هذا اللقاء، وأشكر الأخوة في الملتقى على تكريمي اليوم، وهذا دافع إضافي وجديد لنا لتقديم مزيد من المواد الإعلامية للأمة العربية إن شاء الله. طالما أنا هنا فاجتمعت مع الأخ بدر وبعض بدر سعد وبعض المسؤولين في بعض القيادات العمل والأعمال والبنوك، وتناقشنا في موضوع فرص الاستثمار المشتركة ما بين شركة المملكة القابضة رسمت إدارتها وبين صندوق الذي رأسه الأخ بدر السعد. كان اجتماعا مثمرا، وإن شاء الله تكون بوادر الاستثمار المشترك قادمة خلال الشهور القادمة. طبعا نحن الهدف الأول إن شاء الله أن يستتب الأمن والاستقرار في كل دول العربية، لأن قبل ما يبحث الإنسان على أي استثمار يتمنى الاستقرار لدوله العربية، لدول شقيقة في كل دول العربية، من المغرب غربا إلى البحرين شرقا، ومن سوريا شمالا إلى اليمن جنوبا. طبعا بعد سبب الأمن والاستقرار إن شاء الله، لا شك أن الدول العربية بها فرص استثمارية كثيرة، فالدول العربية تنعم بالكثير من الأنهر الطبيعية، الكثير من الموارد الطبيعية، هذا بالإضافة للبترول، بالإضافة للأيدي العاملة الكثيرة، لكن لابد أن اقتناص الفرص والتركيز على دراسة فرص استثمارية ذات عائد ليس فقط للمستثمر، بل أيضا ذات عوائد وفوائد للدول المعنية في الموضوع هذا. طبيعة الحال نحن دائما ننظر الفرص الاستثمارية في كل دول العربية كما ننظر إليها في كل دول أوروبا وأمريكا، والدول العربية لا شك من بعد استباب الأمور والاستقرار إن شاء الله ستكون فرص إضافية، لأنه ستكون هناك تفتح مجالات جديدة للاستثمار في كافة الدول العربية ربما لم تكن متوفرة سابقا. وكل أمل بعد استباب الأمن والاستقرار إن شاء الله أن تعود الاستثمارات الأجنبية أن تعود إلى الدول العربية، لأن الآن هناك تم نوع من جفة الاستثمارات الأجنبية في مجيء العالم العربي، لأن في هناك نوع من الخوف والذعر، لكن كما يقول رأس مال جبان، لكن نحن كعرب من هذه البلاد لا نخاف أبدا، لأن مستقبلنا هذا المطاف في هذه الأرض، في هذه الأراضي كلها، كل الدول العربية سواسية، وذلك نحن أذن صاغية دائما وأيد عاملة لأي مشروع يفيد أي دولة عربية من المحيط الخليج. كما معروف مشروع تشكا هو مشروع بواجهته زراعي مائي، لكن بطنه هو مشروع ديموغرافي، مشروع تحويلي، لأن كما معروف في مصر معظم الشعب المصري اللي يصل عدده إلى 8 مليون نسمة معظم عايشين في الدلتا الشمالية، فالمشروع هذا تحويل استراتيجي فيأخذ عشرات من السنين لتحويله إلى 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 تحويل البنية التحتية والبنية البشرية إلى 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 عملية عاملة. فعندما اتخذنا القرار هذا بمساعدة الشعب المصري آنذاك وما زلنا مستمرين فيه، هو خدمة لمصر، العوائد ليست كبيرة أبدا في المشروع هذا، لكن طبعا بعد قيام الثورة في مصر تم النقاش والتفاوض مع الحكومة المصرية ممثل وزارة الزراعة، وصلنا اتفاق مبدئي خلال 48 ساعة الماضية اللي أعلن عنه، بحيث نحن نستمر في تملك 25 ألف فدان ونستثمر فيها خلال السنوات القادمة وبنفس الخطة اللي متفق عليها سابقا. فوصلنا لاتفاق نحن يرضينا ويرضي الشعب المصري ويرضي الحكومة المصرية بلا ضرر ولا إضرار. طبعا نحن أعدنا إلى 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 الشعب المصري 500 ألف فدان كهدية منا نحن،
لأن إحنا كان لنا حق، يعني أنا أثير لك نقطة مهمة، نحن كان لنا حق نروح التحكيم الدولي، لكن إحنا مستحيل أن نذهب إلى تحكيم دولي مع دولة مصرية شقيقة، هذا غير وارد نهائيا. لذلك حبذنا وصول اتفاق والتوقيع من جهة مبدئية، من ناحية مبدئية مع الحكومة المصرية، وهذا ما تم فعلا. لكن طبعا الآن ستتمم الحكومة المصرية الإجراءات النظامية والقانونية برفع مجلس الوزراء الموافق عليه، وإذا ما اعتمد فحنا سنسير في هذا الخط الذي يرضي الشعب المصري والحكومة المصرية والمجلس العسكري المصري إن شاء الله. القناة الإخبارية أنت عارف عملية معقدة ليست بسهلة، خاصة بذوء الطرات اللي هي حولنا. لكن معي اليوم الأخ جمال الخشبجي اللي هو مدير القناة، وهذا خير دليل أن القناة آتية لا محالة إن شاء الله. لكن نحن أخذنا وقتنا بالتأني، ولكن الآن نحن على مشارف إعلان كبير خلال الأسابيع القادمة بانطلاق القناة. طبعا سنعلن اسم القناة، سنعلن من هم مديري القناة، وما هي الجهة الداعمة لنا، مش ماديا طبعا، فنيا، لأن الدعم سيكون مني شخصيا طبعا. لكن القناة هذه آتية لا محالة إن شاء الله، هي مكملة لمنظومة المملكة الإعلامية اللي فيها طبعا منظومة روتانا اللي فيها تلفزيونات وراديوهات، وفيها معظم الفنانين العالم العربي من الصف الأول، وفيها طبعا LBC، وفيها الفوكس، قنوات فوكس، وفيها طبعا مستثمرين احنا مع نيوز كورب اللي فيها جيمس ميردوخ وروبرت ميردوخ، ونملك طبعا تقريبا 30% من شركة التسويق والنشر اللي هي تملك الشرق الأوسط وعرب نيوز الأخيري. فنحن كان ينقصنا قناة إخبارية، وقناة بالإضافة قناة الرسالة طبعا اللي يرأسها الأخ طارق سودان من دولة الكويت الشقيقة، والأخ سالم الهندي طبعا يرأس روتانا الصوتيات، وكلهم من الكويت طبعا يمثلون في هذا، دليل على عمق القراب والوثاقة ما بين السعودية والكويت. لكن القناة الإخبارية إن شاء الله نتوقع خلال الأسابيع القادمة يتم هناك قنوات كبيرة على البدء فيها إن شاء الله. هي لا شك بأن قناة إخبارية قناة عربية ليست إخبارية سعودية، وستطرق لكل أخبار العالم العربي والعالم الخارجي بطبيعة الحال. وطبعا أنا أعطيك كمقياس لما ستشهده هناك، أنت ممكن تشاهد قناة الخليجية الآن، خليجية اللي هي تابعة لروتانا، وأنت تشوف فيها مجال الحرية في عدة برامج فيها، وهو ك ك ك ك كتحفيز وكإشارة لما ستكون عليه قناة الأخبار التي سنقوم بها. طبعا طبيعة الحال سنغطي أخبارها مثل أي دولة عربية أخرى، لكن حكونا مبدأ الصراحة، مبدأ الجرأة، ومبدأ الوضوح طبيعة الحال، وكون نحن وسطيين ونقول يعني ما لدينا في هذه القناة إن شاء الله. لا شك بأن المملكة العربية السعودية كان لها تواجد قوي اليوم، ممثلة بمعالي وزير الإعلام اللي كان ضيف الشرف، كما أن نيل الأمير سلمان جائزة استلمها معالي الأخ السفير، أيضا هي دليل قاطع على تطور الإعلام في المملكة العربية السعودية. ولا شك بأن تكريمي أنا أيضا وحافز إضافي لي أنا لتقديم المزيد من النطاقات والنشاطات الإعلامية لتغطي العالم العربي، سواء كان من قناة الرسالة اللي هو قناة دينية، إلى قنوات روتانا اللي هي فيها يعني الأفلام والموسيقى وقناة خليجية الآخرية. فهذا دافع إضافي للاستثمار المزيد في النطاق الإعلامي اللي هو يعتبر سلاح هام جدا وفتاك في كل دولة وكل كيان. ما في شك هي أصلا روتانا خليجية، هي أصلا للشباب معمولة، هي ومعظم برامجها حيوية وفيها نوع من الحرية ونوع من رفع السقف النقاش والحوار كما شاهدتم بالفترة الأخيرة. ونحن سنزيد من الجرعة هذه، لأن احنا الشباب والشباب أمة العربية ككل يريدون الصراحة ويريدون يعني الانفتاح والنقاش والحوار، ونحن مستعدين للشيء هذا. وكما شاهدتم وستشاهدوا في قناة روتانا الخليجية وقناة روتانا الأخرى، بالإضافة إلى مثلا قناة رسالة تخدم مثلا الشريحة الدينية، بالإضافة إلى ما سيتم في القناة الإخبارية من رفع السقف الحرية والنقاش والحوار ضمن المعقول المطلوب وضمن أخلاقيات أدبيات الدين الإسلامي بعد تحالفنا مع شركة بتلكو البحرينية. ونحن دخلنا مرحلة الآن الدراسة العميقة لكل كتب وأوراق زين للسعودية، ونتوقع أن تأخذ بين شهر شهر نص تقريبا، وبعد ذلك إذا تمت أمورك على ما يرام نتوقع إتمام الصفقة شراء زين للسعودية من زين الكويت خلال شهرين المستقبلين إن شاء الله.
إذن هذا كان المؤتمر الصحفي لصاحب السمو الملك الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز.